آيس كريم بطيخ نباتي، مش هندخل فيه أي حاجة من الألبان أو كده. عندي بطيخ متقشر ومتشال منه البذر بتاعه ومتصفي من ميته، يعني طبعا البطيخ بينزل ميه كتير جدا. فبنعمل ايه؟ بنجيب البطيخ نقشره ونقطعه ونشيل منه البذر وبعدين نحطه في مصفى ونسيبه من بالليل للصبح. هنلاقيه تاني يوم نزل ميه كتير جدا تحت مش عايزينها، وهنستخدم منه اللحم بس. بقيه المقادير 3 ارباع كوبايه من السكر، كوبايه من لبن اللوز، 3 ارباع كوبايه من لبن جوز الهند. ممكن الاثنين يبقوا نوع واحد لو هو المتوفر عندي، مش مشكلة خالص. معلقة صغيرة من الفانيليا، معلقة كبيرة من نشا الذرة، كوباية من البطيخ، اتنين ونص كوباية من البطيخ زي ما ايه زي ما قلت لكم، وقطعوه صغير جدا على قد ما تقدروا، لان انا مش عايزة اهرسه عشان هينزل مية اكتر واكتر، فمش عايزة اهرسه لكن عايزاه يبقى متقطع صغير جدا. يعني لو شفتوا هنا كده هتلاقوا، بصوا التقطيع عاملة ازاي، ما هوش مهروس عشان ما ينزليش كل ميته، لكن هو متقطع صغير جدا. وبنقطعه التقطيعة دي قبل ما نسيبه من بالليل للصبح ينزل ميته، لازم يبقى متقطع التقطيعة دي، ما سيبوش وهو كبير وبعدين ارجع اقطعه تاني هيرجع تاني ينزل لي مية. اوكي؟ اوكي. على البارد لبن جوز هند، بسم الله الرحمن الرحيم، لبن لوز او نوع واحد منهم، نشا الذرة. احنا كده بنعمل وصفة للحساسية المتعددة، حساسية جلوتين، حساسية ألبان، وبنعمل كمان نباتي صيامي فيجن، يعني الوصفة دي لكل الايه الظروف. سكر حسب الرغبة طبعا، ممكن اقل ممكن اكتر، وطبعا برضو حسب البطيخة نفسها مسكرة او مش مسكرة. هرفع على النار. ينفع اي نوع فاكهة تاني؟ ينفع اي نوع فاكهة تاني، مفيش مشكلة خالص. بسم الله، قلبت على البارد لبن اللوز، لبن جوز الهند، السكر والنشا، رفعت على النار، حطيت البطيخ من بالليل بعد ما قشرته وقطعته صغير وشلت منه البذر، رحت حطاه في مصفى وسبته في التلاجة نزل كل ميته. هقلب ده لحد ما يتقل، بدأ يتقل اهو، هجهز بولة علشان عايز اقلب فيها المزيج اللي احنا بنعمله ده دلوقتي، علشان هسيبه يهدى علشان اعرف اكمل الوصفة. فايه هحضر بولة هنا علشان لو سبته في الحلة طبعا الوقت هيبقى اطول، انا عايزة ايه انجز في الوقت. وما سيبوش خالص يا جماعة عشان النشا، وانا كمان مش عايزاه يتقل قوي، يعني انا الغرض من هنا انه يتقل حاجه بسيطه وان النشا يستوي، يعني ده الغرض. فيبدا بس يا دوبك يتقل حاجه بسيطه هنوقف. بعد ما برد هحط له الفانيليا واقلبهم مع بعض كده. طيب انتوا في البيت، انا يعني هو لما هبتدي اشتغل فيه هيكون لسه سخن سنه، انتوا في البيت هتسيبوه يبرد تماما، ما وراكوش حاجه، حطوه في الثلاجه وانسوه خالص لما يبرد تماما، والبطيخ هيبقى طالع من الثلاجه ساقع، ممكن كمان يبقى طالع من الفريزر متلج، بس اكون اتاكدت اني نزلت ميته طول الليل الاول، بعدين ارفعه في الفريزر ساعتين ثلاثه وعبال ما اعمل ده وادخله الثلاجه ويبرد هيكون هو مجمد، والخليط بتاع النشا هنا ساقع تماما، ابتدي اشتغل. اوكي، دي ملحوظة مهمة وهتديكوا نتائج أحسن كتير. أنا عشان عاملة نسخة فهقدمها الحقيقة الأول قبل ما تسيح وبعدين أكمل معاكم بقية الإيه. طيب دي علبة محكمة الغلق، ودي معلومة في أي آيس كريم بنعمله مهمة جدا، العلبة تكون محكمة الغلق كويس جدا، وبحط عليها كيس أو بلاستيك راب قبل ما بقفل الغطاء علشان لا يخش لها هوا ولا مية ولا ريحة، تمام؟ فدي معلومة يعني مهمة. وبعدين هاخد كده من الايس كريم اللي احنا اوريدي مجهزينه، بسم الله الرحمن الرحيم، هتعملوه ان شاء الله وهيعجبكم جدا جدا جدا. طيب لو انتوا الخليط بتاع النشا اللي انتوا عملتوه لما دخلتوه التلاجة
لقيتوه مسك نفسه قوي زيادة عن اللزوم، لا بفضل ان احنا نضربه الاول في الخلاط ونصفيه وبعدين نشتغل. ليه؟ عشان ما يعملش تكتلات، النشا مش عايزاه يكتل معايا ويبوظ لي الدنيا. ماشي، ادي كده الايس كريم اللي احنا عملناه، وتلحقوا تصوروه قبل ما قبل ما يسيح من الاضاءه اهو. ادي واحده كمان هنا وخلاص. طيب تعالوا نبص هنا، ده برد ومش جامد. تاني هقول ده برد ومش جامد، لو جامد هيعمل تكتلات من النشا في الايس كريم وانا مش عايزه النتيجه دي. بس بارد خالص، خلاص مفيش اي سخونيه فيه. وهنا ده سائع متلج طالع من الفريزر، متلج من غير ميته ولا البذر بتاعه. هقوم منزلاه هنا وبعدين اقوم عامله كده. لا بس عشان الناس تتاكد ان احنا جبناه وشلنا البذر بتاعه، الشباب قعدوا يتعذبوا واكيد دعوا عليا اهو. اقوم عامله ايه بقى؟ يا في خلاط يا في كبه يا الا لو انا عندي الهاند بلندر اللي احنا بنعمل بيه الشوربه ده، هقوم واخده ههرس، بس مش ههرسه كله، هسيب فيه قطع من البطيخ زي اللي احنا عاملينه. فيعني ايه؟ هضرب بس مش هخليه ميه قوي. بصوا ازاي، بصوا اهو، بسم الله. بس عندي قطع من البطيخ جوه، وعندي جزء زي الايس كريم يا جماعه اللي بنجيبه من بره، بيبقى في جزء كده داخل مع الايس كريم وجزء من الفاكهه. طيب ده انا هعمل فيه ايه بقى؟ ده هقوم حطاه في علب او علبه واحده كبيره من العلب المحكمه الغلق دي، واحط هنا كيس، وبعدين اقوم قافله كويس جدا. بعد ما اقفل بقى هعمل ايه؟ هدخل الفريزر وافضل كل نص ساعه اطلعه، اقلب واحط الكيس واقفل وادخل الفريزر لمده ما تقلش، يعني لكام مره، ما يقلوش عن من 4 لـ6 مرات. ليه؟ علشان اخد قوام الايس كريم من غير مكنه ايس كريم. اوكي، هقول بقى تاني، جبنا البطيخ قشرناه قطعناه قطع صغيره جدا، شلنا البذر حطيناه في مصفى تحتها بوله، نزل كل ميته من بالليل للصبح، رفعته في الفريزر جمدته، جبت لبن لوز ولبن جوز هند وسكر ونشا على النار ودوبتهم لحد ما القوام مسك نفسه والنشا استوت لكن ما جمدش. بشيله واحطه لحد ما يبرد تماما واحط عليه الفانيليا واقلبه، لسه سائل ماسك نفسه وما فيهوش اي سخونيه. اقوم منزله عليه البطيخ السائع متلج وضربه نص ضربه، وبعدين هقوم مقدماه مع شرايح البطيخ وشويه سبرينكلز ده اذا حبيته،